والتطليق والطلاق خلعا والطلاق للضرر، لان ده بيختلف بحسب الاليه والطريقه والنتائج والاثار. الست لما بيتم الطلاق بناء على ان الزوج طلقها بالاراده المنفرده، هو اللي مش عايزها، بيبقى لها حقوقها كامله اللي هي نفقه العده والمتعه مؤخر الصداق. وان كان الطلاق بناء على طلبها بدعوى طلاق للضرر، بيقع عليها اولا اثبات الضرر، يقع عليها عبء اثبات الضرر وشكله، وبناء على تقييم المحكمه لهذا الضرر بتوافق وتقبله ولا لا في دعوى الطلاق، وتحدد النسبه اللي ممكن تحصل عليها من كامل حقوقها وفقا لحجم الضرر. يعني المحكمه ممكن تحكم لست بالطلاق مع كامل حقوقها او مع 50% من حقوقها. طب ليه؟ ما هو كده او كده المحكمه اقرت الضرر، لان المحكمه خلاص يا تديها حقها يا تقول ان هي ما اتضرتش. ده الكلام اللي احنا ممكن نقوله على عواهنه كده، انما الكلام الدقيق ان المحكمه اثناء التحقيق لما وتقدير الموضوع وبيتحل الخبراء والمحكمين وحكم من اهلها وحكم من اهله او المعيان، المحكمه بتعين حكمين، بيتضح ان في مسؤوليه مشتركه، هو في تقصير من جانبه وهي فيها تقصير من جانبه، ان هي ما قدرتش تستحمل بعض العيوب اللي موجوده في شخصيته، مع انه ممكن يكون مستحمل عيوب تانية موجوده في شخصيتها. مساله تحقيق التوازن، وبناء عليه المحكمه بتقدر ان حجم الضرر بيساوي مسؤولية مشتركة بين الطرفين، فبتحكم لها بالتطليق مع جزء من حقوقها. الصورة التانية والمختلفة هو طلب التطليق خلعا، وده اللي موجود في الإحصائية. إن أكبر نسبة طلاق بتحصل في مصر الآن بتكون بطلب الخلع. عادة، وأنا يمكن قلت لك ده هنا قبل كده، إن أكتر من 90% من الدعاوى بتترفع ابتداء هي دعوى طلاق. ولكن بيصعب على الستات أثناء سير الدعوى إنها لا، مش كده، مش وطبعا قولا واحدا ان دعوى الطلاق غير دعوى الخلع. احنا بنقعد في الطلاق سنتين، الخلع بقى تيجي عندي خلعها في 3 شهور. انما المشكله ان الفرق ما بين الاثنين، ان هي في دعوى الطلاق لازم تثبت الضرر، انما في دعوى الخلع مش مطلوب منها تثبت اي حاجه، هي مش عايزه، مش عايزاه وخلاص. طب يا ستي دفع لك ايه مقدم صداق؟ ردي عليه حديقته. فندور في قسيمه الزواج نلاقي مكتوب 1 جنيه، فتعمل له انذار بعرض 1 جنيه، ادي اللي انت اديتهوني، انا مش عايزاه، المحكمه تخلعها منه على طول. المشكله في ما بين الاثنين زي ما قلنا، ان الطلاق او الطلب التطليق خلعا الست بتتنازل فيه عن حقوقها. ده معناه انها رفعت الدعوى ابتداء طلاق، لكن فشلت في اثبات الضرر لانها ما عرفتش تخطط لده. ما بنقولش للستات، احنا ما بنوجههمش ان هي تعمل ده، لكن في ستات بتعرف تعمل ده، اول ما بيبقى في مشكله بتروح تعمل محضر اثبات حاله. لو ضربها تجيب تقرير طبي، يبقى عندها مستندات، عارفه مستفه ورقها، عشان لما تيجي تطلب الطلاق. اتنين يعملوا محاضر ضد بعض ويعيشوا مع بعض، بيعملوا لا ويكملوا الحياه مع بعض، يعني ولا كان في حاجه. ده انا حبيبي كنت لسه بشتكيك في الايه، بعمل لك بجا